فيعني ايه حظ كويس. وطبعا الولاد دايما بيبقوا شاطرين في الكوره فما هواش في الكوره كمان. رياضه. والسؤال هو من هي اللاعبه الفائزه ببطوله ويمبلدون سنه 2017؟ مين يا احمد؟ سيرينا ويليامز. سيرينا ويليامز. احمد اجابه خاطئه. مش عارفه مش عارفه. طب مذاكره الرجاله اكتر كمان. والله شفتي بقى شفتي بقى جلستي بقى عارفه مين في البنات. الاجابه الصحيحه جاربيني ماجوروزا. ودلوقتي عندنا السؤال الثالث في القدرات الذهنيه معايا علي ومارتينا.